يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل صار عليه حادث فأعطاه الأطباء ما يسمى بالبنج. نعم. رجل صار عليه حادث فأعطاه الأطباء ما يسمى بالبنج مدة 27 يوما، يعني مخدر. نعم. وكان خلالها فاقدا للوعي، والآن قد أفاق ولله الحمد، فهل عليه قضاء الصلاة عما مضى من الأيام؟ لا، ما يستطيع يقضي الأيام كلها، وهذا فاقد للعقل، فاقد للعقل مدة طويلة، ليس عليه قضاء. رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. هذا يشبه النائم ويشبه الصغير أيضا، فاقد للعقل. نعم. يقول فضيلة أما الشيخ، لو كان يعني تخدير يوم أو يومين لا بأس، يقضي، أما مدة طويلة لا. نعم.